اهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من التلفزيون المصري. حلقة جديدة النهاردة من برنامجنا الشهير أكلة أمي. النهاردة البتنجان اللطيف الجميل أبو قلب أبيض، يعني هو قيمته الغذائية عالية جدا وما نستغناش عنه، بنعمله مسقعة، بنعمله مقلي، بيكون فواتح شهية، بنعمله مقبلات. النهاردة هنعمله بفتيك مع لحمة، هندلعه النهارده ونبدا ان احنا نطوره ونحط معاه لحمه مفرومه ونعمله مع بقسماط وبيض، حاجه لطيفه وجميله ويبقى لطيف وكريسبي كده. هنشوف نعمله ازاي والفكره دي جايه منين. جايه من ان احنا بنجدد من المطبخ بتاعنا وبنطور منه وبنقدمه بافكار جديده. معانا طبق مكرونه النهارده بالبيستو صوص. البيستو صوص ده مصطلح او ده نوع من انواع الصوصات من المطبخ الطلياني، بيتعمل مع الريحان، مع اللوز او عين الجمل، النوع المكسرات اللي انت حباها. ممكن تعمليه بفول سوداني، ولكن الاساسي فيه ريحان اخضر، ده لازم يكون موجود معاه مع زيت زيتون والثوم اختياري. هنشوف نعمله مع بعض ازاي. والمكرونه دي انا بعشقها، وخاصه لو قدمنا معاه شويه جبنه برمجان او جبنه موزاريلا حسب الرغبه. اما النهارده معانا الكب كيك بافكار بسيطه وسهله، وازاي ننمي اطفالنا ونجدد الذاكره عندهم ونقويها، ان احنا نضيف بعض انواع المكسرات في الكب كيك اللي هم بيحبوه، سواء بالشوكولاته سواء بالفانيليا. فهنعمله باللوز النهارده المطحون الناعم، ونشوف نعمله ازاي بافكار بسيطه وسهله، لان احنا اولادنا واطفالنا لازم نهتم بيهم لان مستقبلنا فيهم، فلازم ان احنا طبعا نهتم بالمأكولات بتاعتهم وبتغذيتهم، ودي حاجه مهمه جدا. حلقه النهارده تفاصيلها بسيطه سهله، ولكن بافكار طهويه لطيفه وجميله تفيد كل الصغار والكبار. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. عايزين نعمل النهاردة نوع من أنواع الحلويات، ممكن لو رحت عند أي حلواني محل حلويات بالتأكيد مش هتلاقيها، لأن كده التأليفة بتاعت الحلو حسب متطلبات أسرة الأسرة والأطفال وولادك. هنعمل النهاردة الكب كيك باللوز. اللوز ده قيمة غذائية عالية جدا، بيتميز بأوميجا 3، قيمته الغذائية ما نستغناش عنها. تعالوا نشوف نعمله مع بعض ازاي مع الكب كيك. ده اللوز مطحون اهو زي الفل، في منه سليم معانا بيتباع قشور منه بالشكل ده كده، هنعمله مع البيستو صوص. فموجود في السوبر ماركت اللوز اللي هو بتبقى حبته بني، بتقشريه او بتجيبيه مطحون او بتجيبيه شرايح، موجود بكل الاشكال. معانا لوز نص كوب تقريبا او كوب الا ربع، مفيش مشكله، واحد كوب الا ربع من السكر، معانا فانيليا معلاه، معانا بيكنج باودر معلاه، اربع بيضات حلوين، معانا كوبين من الدقيق، دول اكتر هناخد منهم اللي احنا عايزينه، ومعانا ربع كوب من الزيت. تعالوا نشوف نعمله مع بعض ازاي الكب كيك للاطفال الحلوين اللي بيسمعوا كلام ماميتو وبياكلوا، فلازم نغذيهم. ممكن ده يتعمل في اللانش بوكس بتاع الاطفال وتبقى حاجة بسيطة وسهلة. تعالوا نشوفوا نعمله مع بعض ازاي. بنجيب بولة كده، وحاجة حلوة يعني الصبح ممكن تعمليه لولادك، هو نفس مقادير البان كيك، يعني نفس المقادير بتاعة البان كيك. أول حاجة هنخفق البيض مع السكر. مدرسة خفق البيض مع السكر بيساعد على خفقانه سريعا ويدينا القوام بتاعه بالشكل ده كده. نكسر بيضة 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 تلو الأخرى، وإحنا داخلين على الشتاء البيض يعني بيبقى إيه ملطيف، يعني ما بيبقاش بالزي أيام الحر. أيام الحر بتبقى البيضة طبعا مش لطيفة ولازم نحفظها في التلاجة حبيب هارتي، وده مهم جدا. ولكن البيض في الصيف بيتشال في التلاجة، أما في الشتاء مش لازم التلاجة. هناخد نحط السكر على البيض ده كده أهو، والفانيليا، ونخفي الثلاثي الحلو ده مع بعض. الثلاثي ده ما نستغناش عنه في حاله عمل اي كيكه اهو. بيض فانيليا سكر، قولي ورايا يلا كده، بيض فانيليا سكر، يلا بيض فانيليا سكر، الخفق جيدا اهو، بيض فانيليا سكر لغايه لما يديني قوام لزج اهو. الفانيليا بتساعد على التخلص من زفارة البيض، زائد ان هي بتدينا فليفر طعم الفانيليا. السكر بيساعد على سرعة خفقان البيض زائد الحلاوة. نشوف القوام ده كده اهو، هو ده معناته ان البيض سليم وكل حاجة زي الفل وتمام التمام، طالما مدينا ايه
اهو. حلو الكلام زي الفل. دي ايه مرحله؟ المرحله الثانيه بالتدريج كده وبالتقريب ربع كوب من الزيت كفايه قوي. نقلبهم كده هيديني قوام تاني قوي اهو. بص على القوام بقى هتلاقيه مختلف اهو. وجود الزيت هنا ادانا قوام زي كده اهو. شفت ازاي تقيل شويه بيطعم اهو. اهو حلوه. هننزل بالحليب. الحليب كميه تقريبا كوب الا ربع او واحد كوب، او ممكن تحط زبادي بدل الحليب اختياري زي الفل. انا بحب العيار كده اللي هو ايه يعني طريقه امي وامهاتنا كلهم بالبركه، واحلى حاجه في الدنيا البركه. اه دي المواد السائله لوحديها. ناخد المواد الجافه. دي ده كتير شويه. نقوم نعمل ايه؟ ناخد كميه منه شويه كده للامانه يعني. حلو. واذا احتاجنا نحط، لان هو العيار كوبايتين، نقول دي واحده وادي التانية تقريبا. نحط عليهم البيكنج باودر ونقلبهم. دي مرحله. فين اللوز؟ حاضر يا مخرجنا. نقلب كده. كده اهو بالشكل ده كده براح. شفت العيار بالتقريب؟ اهو هو ده البركه. مفيش احلى من البركه في الدنيا كلها. وانت لما تبقي شاطره في مطبخك وبتحب المطبخ وايدك في المطبخ وايدك في الاكل، هتلاقي نفسك لوحدك كده ايدك عيار. شفت العيار؟ بص على القوام ده كده. اللهم صل على النبي. نبدا نحط اللوز بقى. اللوز عندي واحد كوب الا ربع او كوبايه، ده لوز مطحون. شفت اللوز؟ اصبحت الكيكه دي او الكب كيك ده فيه لوز. نعم، ممكن تحط فول سوداني، ممكن تحط عين جمل، ممكن تحط لوز، ممكن تحط صنوبر، زي ما انت عايزه. نقلبهم مع بعض بس خلاص. نجيب بقى قوالب الكب كيك. عايزه تعمليها كيكه لوحدها كده زي الفل. حلو قوي الخليط ده، لطيف وجميل. على فكره ممكن تعمليه بان كيك دلوقتي. تقومي كده تعملي البان كيك باللوز لاولادك بنفس الطريقه. هتجيبي طاسه تبداي تقسمي مقادير البان كيك وتعمليه بان كيك، يبقى لطيف وحلو. تحط عليه شوكولاته، تحط عليه صوص فانيليا. انا بديكي صوره مفتوحه افكار يعني، مش لازم كب كيك يعني. بنفس المقادير دي لو بقى عندك شويه هتجيب الطاسه دلوقتي وتعملي بان كيك حلو لطيف كده، تحط عليه الفليفر اللي انت حباه، تحط عليه عسل، تحط عليه شربات، ما تحطيش عليه حاجه انا باكله ساده خالص، يبقى لطيف وجميل. هنعمل الكب كيك دلوقتي مع بعض. احنا ممكن نعمل حاجه حلوه، نحط المقدار ده هنا كده عشان نوزع. الله. وعلى فكرة عايزاها تبقى طازة، ممكن الباقي عندك تشيليه في التلاجة تستخدميه تاني يوم. العجينة دي تقعد معاكي يومين تشتغلي منها على فكرة، لأن دي مكلفة واخدة ايه ماتيريال، واخدة حاجات كتيرة، فما ينفعش ان احنا نفرط في اي حاجة. نعمله بان كيك، نعمله كب كيك زي ما احنا عايزين. نقسم بقى المقدار ده كده هنا. يلا بينا. حلو كفاية دول كده، نوزع كده اهو. اديكي بقى معلومة حلوة وتبقى احسن مني. احنا في موسم الفراولة دلوقتي، تعملي ايه؟ تجيبي فراولة وتغسليها وتنشفيها كويس وتقطعي الحبة نصين، وبعد ما تخلصي وضع الكب كيك ده تحط نص حبايه فراوله في قلب كل واحده، تبقي انت جودتي وبقيت احسن مني. على فكره عندك بلوبري، عندك توت، تحط شويه توت في قلبيهم. شفت ازاي انا بديكي حاجات وافكار حلوه؟
عايزه تحط حبات الفراوله سليمه، اهلا وسهلا. الامهات الحوامل ربنا يديهم الصحه ويقوموا بالسلامه. الموز غني بالبوتاسيوم وقيمته الغذائيه عاليه جدا ومفيد للاطفال الرياضيين. تجيب الموز تقطعيه وتحطيه في قلب الكب كيك ده، تبقى انت عملت كب كيك بالموز واللوز. شوف انا بديك افكار وانا شغال، اه، وتبقى احسن مني، وانا بكون مبسوط لما تبقى احسن مني، لان دوري ان انا اعلمك واطورك في المطبخ وتقدم الحاجات بافكار جديده. حلو قوي. المقادير دي كلها مع بعضيها، هناخد القوالب الحلوه دي كده بالشكل ده كده. درجه حراره الفرن عندي 180، نظبط الفرن بتاعنا، ده مهم جدا. ننزل بالصينيه دي في الارض كده او نشيلها خالص مش عايزها، ده مهم. اللهم صل على النبي. وندخلها الفرن كده في ارضيه الفرن. بص عليها كده، يلا بينا. يلا، ايه الحلاوه دي؟ هناخد بعدين ونطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل نشوف ازاي البتنجان الحلو نعمله بفتيك باللحمه المفرومه. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، تعالوا شوفوا نعمل البتنجان ازاي بفتيك. ولما انا بشتغل مع البتنجان انا بطور منه، لان احنا محددين اقامته ما بين انه يكون مقلي مع شويه طعميه الصبح، وده افطار المصريين وانا بفتخر بيه وحاجه لطيفه. بتنجان مع طعميه مع طماطم مع بصل اخضر احلى افطار بالنسبه لي. ومعانا كمان لحمه مفرومه، ومعانا بصل وتوم وزبده وزيت للتحمير وبقسماط مع شويه زعتر. هي دي المقادير اللي موجوده على الشاشه والصوره مفتوحه، وصورة البتنجان بيتكلم مصري على الشاشة. بتعرفي البتنجان طازة ازاي وزي الفل، لان ملوش تاريخ صلاحية. بتعرفي ان الزهرة بتاعته تكون خضراء، البتنجناية الجسم الخارجي بتاعها او الشكل الخارجي بتاعها او الملمس بتاعها بيلمع بالشكل ده كده. بتلاقي البتنجناية قاسية شوية، يعني ما بتبقاش طرية، تعرفي ان هي طازة. وهنشوفها دلوقتي اللي هي قلبها ابيض زي الشيف. تعالوا نشوفوا مع بعض ازاي نعمل خلطة البوفتيك قبل ما نشوف البتنجان. اللحمة المفرومة معانا، حلو. نبدأ ان احنا نتبلها تتبيلة حلوة كده، كأننا بنعملها كفتة مثلا. يعني ادي اللحمة المفرومة، كمية حسب عدد افراد الاسرة، ممكن نص كيلو تلت كيلو ربع كيلو زي ما انت عايزة. على اللحمة المفرومة دي بصلة ناعمة، فص توم ناعم، شوية بقدونس حلوين مفرومين ناعم كده، حلو الكلام. أحط كمان شوية بقسماط مع اللحمة، بحط بيضة، حلو الكلام، مع اللحمة ده اختياري. حلو. هعجن عجينة دلوقتي اللحمة دي مع التوابل مع البهارات بتاعتنا، شوية ملح شوية فلفل اللي انت حباه، بابريكا كركم زي ما انت عايز. يعني من الاخر حتة اللحمة تهتم بيها وتتبليها تتبيلتك المفضلة. عايزاها زعتر وملح وفلفل وبس، اهلا وسهلا، ده اختياري. حلو الكلام. دول شوية زعتر، انا بحب الزعتر دايما مع الحاجات اللي فيها بيض وفيها جبنه. ونمسك اللحمه دي يا عم الشيف بالخلطه دي كده نعجنها. نعم يا غالي، السؤال ده سؤال وجيه جدا، كنت اتمنى الساده المشاهدين يسالوه، بس احنا هنجاوب عليه. مخرجنا بيقول لي ليه حطيت بيضه مع اللحمه المفرومه مع ان الكفته ما تحطش معاها بيضه. اخراجيا انت شاطر، وطهويا كمان شاطر بجد، فعلا الكفته ما تحطش معاها بيض. بس انا بعمل بوفتيك وانا عايز اللحمه المفرومه دي تمسك جوه البتنجان، لان ايه قصه البوفتيك؟ ان انا هاخد اللحمه دي واعملها كده طبقات ما بين البتنجان وبعضه. وجود البيضه هنا بيخلي لي اللحمه دي متماسكه مع البقسماط.
فليها هنا ايه دور كبير جدا. لم الشمل ادي حته الكفته بتاعتي، خدمت عليها وعجنتها كويس، تبلتها كويس، التتبيله زي ما قلت لحضراتكم حسب ما انت حابه، معلقتين بقسماط مع بيضه مع شويه بهارات مع بصله واخليها على جنب. دي مرحله. حلو الكلام لغايه دلوقتي؟ زي الفل. ناخد البتنجان الحلو ده كده نشوف هنتعامل معاه ازاي. اخبار ال الله، بقول لك ايه يا مخرجنا يا جميل، تيجي اوريك صوره حلوه؟ ايه رايك نفتح الفرن كده ونجيب لحظه الولاده للكب كيك باللوز؟ يا مزاج اللوز عادي، نفتح الفرن عادي. اهو بص، نجيب اللحظات الجميله الحلوه، انا بحب اللحظات دي، لحظه الولاده، لحظه الانسجام، لحظه الازدهار، ايه الجمال والحلاوه دي. نقفل الفرن، يلا بينا. حلو، ناخد البتنجان الحلو ده كده، الله، ونشيل الزهره الخضراء دي كده، طازه دي لسه البتنجان ده مقطوف دلوقتي. نشيل الطبقه دي كده ونيجي هنا كده كده، نفس القصه هنا كده، نفس القصه كده هنا. ولازم وانت بتشتري البتنجان انت عارفه هدفك ايه، حشو ولا هتعمليه بوفتيك؟ زي ما انا هشتغل دلوقتي كده، ده اختيار. انا قطعت البتنجانه دي على 5 شرايح، نجيب سكينه تانيه رفيعه زي دي كده، شوف هتعمل ازاي بقى، ونيجي على البتنجانيه الحلوه دي كده نوسع عشان مخرجنا اهو، زي ما بشتغل بالظبط مع صدر الفرخه، واجي هنا كده اهو، شفت الشقاوه دي كده، واعمل شريحه كده في النص اهو، بتقطعها تقريبا 5 مللي، احنا عارفين 10 مللي يعني سنتي، انت تقطعها 5 تقريبا اهو، عشان ما تبقاش ايه تخينه قوي اهو، بالشكل ده كده اهو. مش لازم بقى تحطيه في ملح وتحطيه في ميه والجو ده خالص اهو. بقت عندي شريحه بتنجان بالشكل ده كده، ناخد اللحمه المفرومه دي كده اهو ونفردها هنا كده. افكار يعني، ما هو خلي بالك المطبخ ده ايه يعني، له قانون وله دستور وله حاجه، حسب ما انت بتحبي. حبيت المطبخ هتطوري منه، حبيت المطبخ هتجددي منه، حبيت المطبخ هتعملي من الفسيخ شربات زي ما الشيف المغازي كده عمل سمبوسه الفسيخ اهو. عملنا الفسيخ سمبوسه. شفت الجمال؟ نقفلها، يلا نقفلها، يلا نقفلها اهي، ونحطها هنا تاني مع بعض. شريحه زي دي كده فكره حلوه عجبتك انا عارف. تجديد، مش كل يوم مسقعه. ناخد كده حلو قوي زي، ونقفل نفس القصه، خليها كده. تعال السكينه اللي انا قطعت بيها البتنجان حاجه، والسكينه اللي انا بقطع بيها دلوقتي شريحه البتنجان حاجه، لازم تكون رفيعه كده عشان تمشي جوه البتنجان، انا مش عايزها تخينه قوي. الله. نعم يا غالي. اتكلم نظري. الخطوه اللي بعد كده هنرشرش البتنجان ده شويه بهارات حلوين من الملح والفلفل والزعتر، وبعد كده عندنا بيض، عندنا بقسماط، عندنا معلقه نشا، هنقلب البيض مع النشا مع شويه حليب، ونغلف البتنجانيه دي بالنشا والبيض والحليب كسائل متماسك، وبعد كده نغلفها بالبقسماط، ثم تركها في التلاجة لمدة نص ساعة، وبعد كده يتم تحميرها في الزيت.
شايفين اللحمه المفرومه؟ ايه الجمال ده؟ حته اللحمه دي لازم تهتم بيها. ونقفلها. ايه الحلاوه دي يا عم الشيخ؟ حاجه جديده. ولادك يرجعوا من المدرسه يلاقوا الجديد ده. جوزك يرجع من الشغل فاجئيه بقى، قولوا له انا عامله لك النهارده بتنجان مقلي. اوعى تقولوا له ان جواه لحمه. خلي بالك عشان يعرف انك انت بتعملي له مفاجآت. هو لما ياكل بقى هيستطعم. اقفلها. نعمل واحده كمان ولا نطلع فاصل زي ما انتوا حابين يا شباب؟ انا شغال اهو. حاضر حاضر عيني اهو. نعمل كمان واحده مرناش حاجه. اول حاجه باخد البتنجان كده اهو، بشيل الحته دي مش عايزها، واجي كده. وانت بتقطعي اعملي حسابك انك تقطعيها تاني نصين. يجي هنا تاني كده، يشيل دي كده مش عايزها، دي تيجي معايا واحدة للأمانة يعني، كفاية كده عشان مش عايزة تخيلة قوي. شيل دول كده، تعالوا نشتغل مع بعض دول. شوف ازاي هجيبها كده. دايما بنقطعها نعملها يعني طبقتين، نيجي من عند مش بنجيش من عند الزهره الخضراء دي، متماسكه فنهتم بيها شويه، دي هتخلي لي البتنجان ماسك في بعضه. نيجي هنا كده ونقطع كده. بالراحه وتعوري ايدك يا اختي، الله يرضى عليك. حاضر. شفتي؟ بس هو بالراحه كده، ونروح على فين؟ على ورا. بالسكينه ونرفع كده. يلا بينا نحشيها، يلا بينا ناخد بعضنا ونطلع فاصل صغير، لان عندي شغل كتير. لسه عندي طبق مكرونه عايز اعمله بالبيستو صوص، ونشوف مدرسة البيستو صوص من المطبخ الطلياني بالطريقة المصرية وبخفة دم مصرية. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل نشوف مع بعض الكب كيك بيناديني. تعالوا، ايه الحلاوه دي؟ تعالوا شوف الحلاوه، شوف الجمال، وصلي على الحبيب قلبك يطيب. اللوز طالع من قلب الكب كاكايا بيغني. تعالوا نطلعها مع بعض كده علشان ايه؟ نبقى خلصنا حاجه مع بعض. حلو؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ تقدري تحطي سكر بودر، تقدري تحطي صوص شوكولاته، تقدر تحطي عسل، بنا يجي على ايامنا عسل. بالله عليك ما يستاهلش الدلع ده. هو ده السكر ينزل عليه كده وهو سخن، ده اختياري انا. لو اكلها للامانه لا احط سكر ولا حاجه، اكتفي بكميه السكر اللي موجوده مع الخليط من البدايه. حاضر هغرفها لك والله العظيم، انا عارف انك عايز تشوف فراسه المطبخ، بس خليني اخلص من البتنجان. تبرد شويه، عامله زي الغريبه كده والكحك، ما ينفعش ان احنا ايه نغرفه على طول، نستنى عليه شويه لما يهدى. حاضر يا مخرجنا، تعالوا مع بعض نعمل خليط من البيض والحليب والنشا. اتنين بيضه، قليل من الحليب. حلو قوي. من النشا تقريبا معلقه، ونقلبهم مع بعض. نعم اقول لك دلوقتي. حاضر. شويه زعتر، بيقول لي ليه حاطين النشا ده؟ زعتر، شويه ملح الطبيعي، وشويه فلفل، ونقلبهم مع بعض. دول ليه يا عم الشيف؟ علشان نغلف البتنجان بالنشا والبيض والحليب. هتقولي ليه حطيت نشا؟ لان البتنجان الملمس بتاعه ناعم، وانا عايز البتنجان يشيل من الخليط ده، الكفر بتاع البتنجان من الخارج يشيل من الخليط ده، فاعمل ايه؟ فحطيت نشا. هي دي بقى فراسة المطبخ. هنمسك البتنجان الحلو ده كده، نغلفه
بخليط البيض والحليب، وبعدين البقسماط. معانا طاسة على النار فيها زيت شديد الحرارة أو قلاية زي ما أنت عايزة. خلينا ننتهز فرصتنا ونخش على الطبق الثالث بتاعنا، المكرونة بالبيستو صوص. نشوف المقادير على الشاشة قبل ما أحط المكرونة في الحلة نسلقها. معانا مكرونة اسباكيتي، معانا ريحان أخضر، معانا لوز جنب بعض اهوت زي الفل. وتعالوا نشوفوا ازاي مع بعض نقف في المطبخ نشتغل في كل حاجة وتبقي شاطرة زي ما أنا شغال كده. مقادير المكرونة بالبيستو صوص: اسباكيتي، ريحان أخضر، لوز، كريمة لباني، ملح وفلفل وزعتر. شفنا المقادير يا شباب؟ يلا يا فندم. حلو؟ المقادير على الشاشة: مكرونة اسباكيتي، بصل وتوم وكريمة لباني وزعتر. شفنا المقادير مع بعض عشان لما نشتغل نبقى عارفين التفاصيل. البتنجان بشرحه ليه كده؟ علشان يشيل من الخلطة اللي أنا عاملها. شفت كل خطوة بعملها لها تفاصيلها. التشريحه دي مطلوبه. حلو. تسلم ايدك يا عم الشيف. نغلف كده واضغط بايدي كده واجي في الاطراف اعمل كده. يلا بينا بالاسكالوب ده. يلا كمان واحده اهي في الاطراف كده. الله، ايه الحلاوه دي يا عم الشيف. كل واحد ياخد شريحه من دي، جواها لحمه مفرومه، جواها بتنجان، حديد، كالسيوم، بروتين، قيمه غذائيه عاليه. حب. نبدا نحمر مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا في قلب الزيت. هو ده في قلب الزيت. هو ده في قلب الزيت. هو ده. نخش على اللي بعده. المكرونه الاسباجيتي معانا زي ما هي كده، معاها عود ريحان حلو. باخدها في ميه بتغلي. ناسي احط شويه زيت، شويه ملح. سلق المكرونه، ملح، ميه مغليه، زيت. هو ده. ونسيبها. نعم هتفرج عليا بقى، اديني دقائق ومش هتشوفها، دقائق معدودة. نشتغل في البتنجان. يلا. مفيش حاجة احنا. ننزل في البقسماط. نمسك البتنجانية نشرحها كده. لأن الملمس بتاعها ناعم. أهم حاجة معلقة النشا يا أمي، يا أختي، يا خالتي، يا ست الكل، يا ست الحبايب. علشان النشا هو اللي هيخلي البتنجانية تتغلف من خليط البيض والحليب. حلو. شيل دول كفاية. يلا بينا. الله. ونمسك كده ونقلب. حاجات أفكار جديدة وسهلة. يعني بص هقول لك للأمانة، يعني هي بنفس المقادير بتاعت المسقعة. لو هتعملي مسقعة، الزيادة عندي هنا البقسماط اللي هو عيش الفينو اللي بنجيبه للأولاد للمدرسة، بقى عندي طحنته في الكب عشان نتكلم للمصداقية وللأمانة. ما هي نفس المقادير، مسقعة يعني بتنجان يعني لحمة مفرومة يعني بصل يعني توم يعني فلفل رومي. البتنجان يتقلي واللحمة المفرومة تتعصج، والبصلة والتومة على النار، نعمل شوية صوص طماطم، وهي دي المسقعة، احنا شطار فيها. حلو الكلام؟ نفس المقادير ونفس الماتيريال، ولكن قدمنا البتنجان بشكل جديد وبلون جديد وبطعم جديد لأطفالنا، لأولادنا، لضيوفنا. ونتساءل على السفرة الحلوة اللي بتجمعنا وبتلم الشمل. نعم هوريها لك دلوقتي اهو.
هتختفي. ده ريحان حطه مع الميه اللي بتغلي علشان تبقى المكرونه ريحتها ريحان، لان البطل في الاكله دي طعم الريحان، لان صلصه البيستو الاساسي فيها ريحان اخضر. تعالى موريك البوفتيك بتاعنا يا راجل. ده كلام تفك مين بقى؟ ده انت لو تعملها هتفك. معانا مكان ياخد واحده هنا. الله اهي بالراحه كده، بالراحه مش عايز عضلات كده. حلو، تعال نعمل البيستو صوص واحنا شغالين مع بعض. اتكبه معايا صديقتي، بحطها هنا كده واحط المحتوى لوز في قلب الكبه، ريحان اخضر في قلب الكبه، توم طازه وده اختياري ويفضل اضافته طبعا في قلب الكبه. حلو الكلام. انا بقى هضيف حاجه حلوه من عندي، المغازي دايما عارفين ان هو بتاع التركايه، ده زبده. هقول لك ليه زبده دلوقتي، هيديك القوام ويخليها لك في التلاجة تستخدميها زي المربى. حلو الكلام. بحط شوية زيت زيتون، ولا تحطيش لا ملح ولا أي حاجة خالص، خلي الملح ده والتوابل على حسب المدرسة اللي هتشتغلي بيها. ده زيت زيتون كثيف. حلو تمام. ونضرب ده في الكبة، دي مدرسة البستسوس. نخلطهم مع بعض كده بالراحة، ونعتذر من صوت الخلاط. بسم الله الرحمن الرحيم. خلص الكلام. ده البيستو صوص، نغرفه تاني كده هنا اهو. خلصت المكرونه، تغلي المكرونه غلوه تانيه، بناخد منها شوية ونروح المطاعم ندفع في الطبق قد كده قد كده، الفاتورة تيجي تقفل الواحد. بتضحكوا؟ اه والله العظيم. انا اكل ايه يا اخوانا؟ مكرونة سباكيتي. ده انت عارفة حاطة بايدي كده، حاطة لوز وحاطة زيت زيتون، وعارفة عشان كده بنصحك بره نشرب عصير، ناكل حاجة حلوة، نقول كلمتين حلوين. اما الاكل في البيت يا اخوانا مهم جدا والله العظيم. دي تكفيكي شهر، معلقتين مع كيس المكرونه وشويه كريمه لباني. بلاش كريمه لباني، اعملي زي المطاعم، حط وايت صوص وقلبيها وعليها كده حته ريحان اخضر من فوق، واي حركات ونخلي جوزك يدفع الفاتوره. بجد المكرونة أخبارها إيه؟ حلو. أنا بس عشان شغال النار دي هادية شوية يا مسهل الحال، نقلب البتنجان بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. إيه الأخبار؟ بص على الحلاوة دي بالله عليك. البتنجان استوى؟ آه. اللحمة استوت؟ آه. اللحمة طلعت من البتنجان؟ لا. آه. ناخد زيت زيتون. اوعى تحط زبده بقى، الزبده مع الصوص خلي بالك. واعمل المكرونه وانا واقف كده بتدلع. بسم الله الرحمن الرحيم. دي فيها توم؟ فيها. فيها ريحان؟ فيها. فيها لوز؟ فيها. نقلب. الله على الريحه الحلوه، الله على الريحه الحلوه اللي انا شاممها دلوقتي. الله 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 الله. اسكت، ما تخليش انا اقول انت قلت ايه. المشاهدين يزعلوا منك بعد التعب والشقا ده، تقول لي شبه عجينه الطعميه؟ يا عيب الشوم عليك. حلو، ننزل بالكريمه اللباني. دي كريمه مش وايت صوص، يعني انت عاملاها على اصولها. اهي خلصت المكرونه، تبليها ملح وفلفل، اوعى تحط كمون، ابوس ايدك. ولا كزبره، بس خلاص. نقلب الخلطه دي وانا واقف جنب الاسكالوب بيتحمر الحلو. عملته، ما تستنيش عليها لما تغلي. اخبار المكرونه ايه؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يا حلاوة. شفت المكرونة؟ بالله عليك اعملها لأولادك وهم بياكلوا كده، قالوا لهم حبايبي فلذة كبدي جوزي يا حبيبي ده ولا اللي انت كلته بره؟ هيقول لك طبعا ده ريحان اخضر في قلبيها ممكن نشيله. المكرونه هنا لطيفه وجميله. خلاص كده نعمل حركه حلوه، شويه ميه من سلق المكرونه. هي دي اهي اهي اهي، هو ده. خلاص خلص المكرونه. جعتوا؟ ها مكرونه بالبيستو صوص، شفت الصوص؟ اللهم صل على النبي. عايز تحط طماطم شيري؟ اهلا وسهلا. عندك شويه زيتون كده مفقعين ما فهمش بذر؟ اهلا وسهلا. لا لحمه مفرومه بريئه من الموضوع ده. اي حاجه عندك لحمه مفرومه نغرف الطبق ده كده. يلا بينا. طماطم شيري يعني الطماطم الصغيره. يلا بينا. مكرونه جاهزه. اللهم صل على النبي. ايه الحلاوه دي يا عم الشام؟ ايه الجمال ده؟ ده انا بدفع في دولت يعني عشان نقدمهم كده خمس ست اطباق في 250. الطبق ده يعمل 750 جنيه. الف هنا وشفا. حط ده كده عليه وادعي لي يا ام الله يرضى عليك. نغرف الكب كيك. كل ده الاسكالوب بيتحمر بس مخرجنا لازم اغرف له الكب كيك. حاضر يا فندم. بس انا كده هاكلك اربع شرايح بس بالاسكالوب. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. لوز يا مزاج اللوز. بروتين في قلب الكب كيك، قيمة غذائية. طفلك الجميل الحلو اللي انت مهتمة بيه، حماتك اللي عندك دي مع كوباية الشاي بتاعتها. هتدعيلك. واللوز هنا طري مش هيكسر السنان ولا حاجة. ألف هنا وشفا. ناخد الاسكالوب بتاعنا نطلعه ونشوف جماله. اللهم صل على النبي. ده نعناع حلو كده. ونيجي هنا كده. ايه الحلاوه دي يا عم الشيخ؟ ايه الجمال ده؟ كانت الحاجه رحمه الله عليها تقول لي دايما دعوه حلوه، روح يا ابني ربنا يحسن ما بين ايدك. ادعيها لاولادك يا امي. شفت الاسكالوب طالع من قلب الزيت بيغني ازاي؟ بيقول انا مصري وابويا مصري وامي مصريه وجدودي مصريه. ايه الحلاوه دي يا عم الشيخ؟ ايه الجمال ده؟ البتنجان دوق وانت تعرف اذا استوى ولا ما استواش. الف انا وشيف. عايزه تحط صوص طماطم عليه؟ اهلا وسهلا. عايزه تقدميه زي ما هو كده مش محتاج اي حاجه غير ايه؟ دعوه حلوه للشيف المغازي. مطبخنا النهارده تفاصيله بسيطه سهله مش مكلف نفس التكلفه اللي انت بتعملي بيها اي اكل. عملنا البتنجان اسكالوب، عملناه بفتيك، عملنا الكب كيك باللوز لاطفالنا الحلوين، عملنا طبق مكرونه بيتكلم مصري بالبيستو صوص. الكلام ده منين يا عم الشيف؟ من ماس بيرو.
الشمس.